هل قابلتي الفنانة الكبيرة أحلام؟ إيه قابلتها، قابلتها ب 2014، يعني لقائي معاه الأول كان شوي غريب من نوعه. يعني أول شيء أنا كان في اتصال سابق معاها، تكلمنا في شيء محدد وخذيتها مداخلة معاي في نأسف لعدم الإزعاج قبل حفلتها في فبراير، وقالت لي أنا يعني أتمنى أشوفك في الحفلة، وفعلا رحت الحفلة. كان معاي حتى رفيق الدرب نايف شاهر، ورحنا الحفلة وخلصنا. بعدين التقيت فيها بعدها في السويت مالها بالفندق، حتى كان وايد في ازدحام كان حواليها، يعني الكوريدور من أوله يعني لآخره يعني يمكن مئات الأشخاص يبون يصورون معها. مهم أنا دشيت السويت مالها مع أذكرها بالخير عبد الرحمن العثمان اللي كتب لها تالي مستغرب ومجموعة من الأعمال. مهم دخلنا قعدنا، أمانة وجبتني وما قصرت وكان كل شيء جميل. بس أنا كان لقائي معاها هذا مو عشان أي شيء فني. أنا كنت في فترة من الفترات ظلمت أحلام، غلطت في حقها، وأنا طبعي إذا أخطيت في حق إنسان وأحس إن أنا ظلمته في يوم من الأيام أدوره عشان أعتذر له بأي شكل كان، لأن أنا مقتنعة إن أنا ظلمته وهو ما ضرني في البداية نهائيا. فأنا كنت في فترة من الفترات ظلمت أحلام في شيء. فأنا كان لقائي معاها في السويت هذا إن أنا أبي أعتذر لها. المهم قعدنا، أنا بمشي فقعد تقول لي، قلت لها شوفي أحلام أنا ما منك شيء، أنا أبيك بس شغلة واحدة، أبي تسامحيني تحلليني، لأن إذا اليوم إحنا نتقابل وجه لوجه يعني وأطلبك إنك تحلليني، أنا ما أدري يمكن باكر الأيام ما تجمعنا مرة ثانية، ما نتشاوف، يمكن أنا عمري يخلص يعني. فإذا اليوم تسمعين كلمة إن أنا اعتذرت أو أطلب إن أنت تحلليني، يمكن هذه فرصة يمكن ما تتكرر، يمكن أنا أكون بعدها تحت التراب وما عندي فرصة أنت تحلليني. وأمانة المرة قالت لي محللة، يعني من بعدها صارت علاقة ودية بيني وبينها، أعزها وأقدرها، لأن الكريم هو اللي يسامح الشخص اللي أخطأ في حقه، خصوصا إذا أعلن أنه هو أخطأ في حقه. حتى لما خذيتها بمداخلة في نأسف عدم إزعاج اعتذرت لها على الملأ، على كل المتابعين اللي كانوا يتابعون الحلقة، وما كان الاتفاق ان انا كنت اعتذر لها على الهوى. فانا هذا موقف ما انسى لها الاحلام ابدا. بعدها صارت اخت وعزيزه وانا احبها واموت عليها، ولان انسانه وايد جميله. اللي ما يحب احلام عنده مشكله مع نفسه. وانتهى من يومها صارت علاقتي مع احلام سمن على عسل. الله يحفظها ويحفظ لها عيالها وابو عيالها وامها واخوانها.